اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا اصحاب الدار في كازا الحمد لله الحال اللي مازال ما كاينش السوق وكيطحن الزبائن ديالو الحمد لله العيد بدون ثمن محدد. كما قال اللي عطاني شي حاجه راه كنشدها يعني باش ما سخام والله انا كنشدها بحال الزادره معروف في القدميري هنايا الدار السلطان مجزره الدار السلطان في القدميري راه معروف هنايا وكتلاحظوا معنا طبيعة الحال كاين إقبال كبير على اللحم ديال العيد عند الجزارة كيطحنوا الناس طبيعة الحال كما كنعرفوا ثاني أيام العيد وحتى في الأول ديال الناس صحاب العيد طبيعة الحال اليوم كاين طحين ديال اللحم ديال العيد وكيطلع لي معنا اليوم راه تقريبا هاد البلاصة هادي راه معروفة في المجازر اليوم سادين حيت مكاينش يعني اللحم في السوق قليل اللي فاتحين هنايا ثلاثة د المحلات وأشهرهم بطبيعة الحال السي القدميري طبعا كاين بعض المجزرات اللي كيديروا ثمن محدد كاين اللي والمعترف به اغلبيا كانوا كيديروا يعني 5 دراهم للكيلو باش كيتحل لك اللحم اللي كيدير 3 دراهم للكيلو وكاين اللي كيما السيد هذا اللي اسخى جزار في كازا كيطحل الناس شحال ما بغى شحال ما عطاوه يعني كيدوروا معاه وكيطحل لهم يعني باش ما سخاهم الله مازال السلعة ما كايناش بزاف والو كاع كاين شباب 2300 كم كملوا؟ داك الزر ما شريتش حوله اي ما كتاكلوش راه كاين نيشان هذا العام كان غالي بزاف طالع في الثمن بزاف يا قالت لك هنيتيها من بس خدميري هنيتيها هنيتي المرأة قلت لك اودي هنيتيني هذا العام هنا وقال لك انت ياك الزر ما شريتيش اللحم واه اللحم كي مو شريتي سخافة ما تاكلوش زكاة تي دار انت اصلا راك عايش في اللحم يعني راك ما شفتو معنا مشاهدينا الكرام ها
مشاهدينا الكرام، كنتو معنا، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر مباشرة من المدينة الطبيطة سخاك الزار في كازا. اللحم مكاينش في السوق، كيطحن كفتة ديال اللحم العيد للزبائن بدون ثمن محدد، عطا شي حاجة راه كيشدا. فمشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على أمل نلتقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.